من قلب بيروت من وسط ساحة النجمة انطلقت فعاليات مهرجان جوائز البياف لتكرم عظماء من لبنان والعالم العربي والعالم، واختارت بهالدورة تكريم الممثل المصري العالمي عمر الشريف. حضر النجوم على السجادة الحمراء فيما غابت النجمة اللبنانية هيفا وهبي لأسباب صحية. كلمة صغيرة، شو رأيك انه ملحم زين الليلة كرمك بالبياف؟ هذا حبيب قلبي وبشكره على حضوره، ابن بيت، ومثل ما قلت بكرر كبير بأخلاقه بفنه. ملحم حبيب قلبي موهبة فظيعة وبتمنى له مشوار رائع وبيستاهل. كنت جدا سعيد، كتر خير الله، الله بيعطي الإنسان عقد نيته. اشتغل تكون نيتك نظيفة. What do you say to all your fans here in Lebanon? We love them. We know them, they are following us, and we are trying to be as strong as we are, and we are trying to make our best for them. After the Sultan role, what you are preparing? We already done this Wounded Love TV series. We're finished with it with my wife, Bergüzar, so I hope they're gonna like it. Did you like Lebanon? Yeah, it's very nice, but I wish I could have more time to travel around. كتير حلوة. أنا أول مرة بشارك بجوائز. تعني لي كثير لانه اول شيء هيدا مهرجان عاده سيريو، يعني سيريوس بيحترم حاله وعنده خيارات جيده، وبكفي انه عم بينعمل بقلب وسط بيروت حتى يرجع يعطي لبيروت الضوء يلي بتستاهله والمكان اللي بتستاهله. حبيت كثير الفكره انه يكون بوسط بيروت. كمان اليوم من ضمن الابراج، مين هن الاكثر حظا بنيل الجوائز؟ يلي بيستاهلوا. مين هيك اكثر برج بتحسي بدور بفلكه جايزه؟ كتار ما فينا نعطي حدا معي. مين بدك؟ غمزني. مين بدك؟ عزراء؟ بقدر العزراء حال عزراء كثير منيح. هلا فتره كثير حلوه عليهم، سرطان فتره كثير حلوه عليهم، هي فتره حلوه على كتار من الابراج، واكيد شفتوها وحكينا عنها قبل. أول شيء أنا مش أول سنة، كل سنة بشترك بالبياف، والحفل هيدا أنا كتير بحترمه. القيمين دكتور داهر ومدام دنيا فرحات، وبعدين أنا اللي فرحاني فيه الليلة رغم كل الظروف اللي عم يمرق فيها لبنان، إنه الشيخ سعد الحريري أتاح لنا هالفرصة الكبيرة ننزل على البرلمان ونكون واقفين بساحة النجمة ونفرح نحن وهاللبنانية. واليوم اللي عم بيتكرموا مثل العادة، يعني على الأعمال اللي عم بيقدموها واللي قدموها هالسنة، والحمد لله أني أنا أخذت كتير تكريمات. واليوم عمر الشريف، هي الحفل كله اليوم بتحكي بعنوان عمر الشريف، هالممثل الكبير الرائع الفنان اللي رحل عنا، بس بقيوا أعماله، بقي شخصيته المميزة اللي ما بتشبه حدا، وأعماله اللي أكيد ما بتموت، وجماله لأنه ما خلق مثل عمر الشريف بنظري. أنا بتفرح، بتبسط، وبتحمس، وبتحمل مسؤولية. اسمال عليك بالجوائز، بنشوفك بالميوراكس، بنشوفك بالبياف، هيك أي جائزة بتحسها أكتر قريبة على قلبك؟ لك مش قصة الجائزة، هي قصة الإنسان لما يحس حاله عن جد لقى تعبه. هيدي شغلة مهمة، يعني الجائزة هي تقدير الناس اللي فكروا فيك، هن اللي يقدروا يعني بالحقيقة. يعني الناس اللي فكروا انه يقدموا جائزة لفنان معين هن اللي يقدروا، لانه يقدروا على طريقة تفكيرهم ويقدروا على شو عم بفكروا يعملوا. جائزة البياف بعتقد جائزة كتير مهمة لأي فنان أو إعلامي أو ممثل أو أي نوع تحت أي نوع من الفن بالعالم العربي، لأنها فعلا جائزة حقيقية بتعطي كل حدا مجهوده وحقه، وبتترجم بتكون بمسيرته للفنان. إن شاء الله شي يوم أحصل عليها أكيد. بتعني لي كتير، خاصة أنه هيدي أول مرة أنا بشارك بهيدا الحفل، وإن شاء الله ما بتكون آخر مرة. بيعني لي وجودي هون، بفتخر فيه، وبدي أقول good luck للكل، و everyone هيك looks gorgeous، وكتير حب الـ positivity.
خبينا اليوم قد ايه بتعني لك جائزة البياف؟ اهلا وسهلا فيكم. طبعا طبعا جائزة البياف هي من أرقى وأجمل الجوائز اللي ممكن تنعطى بفنان لفنان، بس طبعا الفنانين المخضرمين بياخذوا هالجائزة وأكيد بيكونوا بيستحقوها. بينبسط الإنسان بس واحد يزقف له، بينبسط بس واحد يكفيه. الإنسان بيعمل مجهوده، إنسان بيعمل مجهوده بيعمل شغله لا يتكافى، فإذا واحد زقف لك على الطريق بتنبسط. فكيف بالحال إذا جائزة مثل هيدي عندها على قد مصداقية؟ والحمد لله يعني بتخيل أول بعتقد إذا ما اتبعت كل تاريخ الجوائز هولي ما فيش إعلامي كوميدي أول واحد هو أنا. برافو لبياف، ثانك يو، إن شاء الله بيلحق الدور غيري. كتير مهمة لإلي إنه شارك كل سنة ببياف، وأكيد جائزة بياف كتير مهمة لأنه هالمهرجان الضخم بفرجي وجه لبنان قدي حلو قدي حضاري قدي من سنة لسنة عم بيكون أجمل وأحلى، والمشتركين فيه والمشاركة فيه يعني عم بتكون واسعة. والله الجو حلو كتير. I'm really really excited because I see so many beautiful people here. I'm just honored, you know, بدي أشكر, you know, بياف for having me today here, and it's gonna be fun. I'm excited. I'm so happy إني موجودة هون. بتعرف اليوم نحن بهيدا اللوكيشن اللي هي كتير مهمة بالنسبة لإلنا خاصة كلبنانيين، نحن وسط المدينة بوسط بيروت، عم يكون بهيدا اللوكيشن اللي بتجمع الحضارة، حضارتنا القديمة، تاريخنا وحضارتنا هلا. So I'm very happy ومبسوطة أكثر إنه عم نشوف هالوجه الحضاري تبع بيروت عم بيكون بهالمحل خصيصا. ف I'm so happy. I'm actually very excited. This is my first time attending anything in Beirut. So I'm really looking forward to see how it's done here in Beirut.